أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الفجيرة مطلع الشمس. نرحب بكم عبر كل دول العالم والوطن العربي والخليج العربي في هذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حلقة مميزة ككل أسبوع. نلتقي مع برنامجكم أبشر بالخير. أبشر بالخير برنامج يعنى بتأويل الرؤى والأحلام من منظور نفسي وشرعي واجتماعي كما تعلمون جميعا. وهذه الحلقة الحقيقة طلبت من الإدارة واستجابوا لي نخصصها لأسئلة الفيسبوك ورسائل SMS. ليه؟ لأنه الحقيقة الفترة اللي فاتت كنا بنلاحظ في الحلقة الواحدة يأتي قرابة 2000 أو أكتر من، في حلقة كان 3000 كومنت، يعني 3000 حلم وسؤال، يعني حرام كل العدد ده ما جاوبناش عنه على مدار من ساعة ما فتح الفيسبوك معانا من 4 حلقات. الحلقة اللي فاتت جالنا أكتر من 800 تعليق أو حلم ولم نستطع الإجابة في الحلقة الماضية إلا عن حوالي 7 أو 10. اليوم إن شاء الله هيكون مخصص لكل المتابعين عبر العالم كله في الإجابة عن أسئلة الفيسبوك ورسائل SMS أيضا. لكن دعونا قبل أن نبدأ، وجمهورنا معانا حاضر دلوقتي على الفيسبوك لايف لقناة الفجيرة مفتوح، أو على الفيسبوك للصفحة الرسمية بتاعتي الإعلامي دكتور أشرف العسال. البداية بتاعتنا دايما متعودين ناخد لقطة جميلة ويعني ترفع من روحنا المعنوية كده من صورة سيدنا يوسف عليه السلام. واللقطة التي أتكلم عنها اليوم في هذه الصورة هي كلمة سيدنا يعقوب لابنه لما قال له إن ربنا هيعلمك، قال له إيه؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني ربنا هيعلمك تأويل الرؤى. إيه ده؟ هو تأويل الرؤى بعض الناس بتسأل، وتفسير الأحلام ده هو دراسة ولا فراسة؟ يعني مش تفسير الأحلام ده ناس كده تقعد تخمن كده، واحدة راحت جارتها أم محمد قاعدة معها، أم محمد شفت امبارح كذا، ها؟ فإيه تفسيره؟ تقول لها ده أكيد بنتك هتتجوز، أكيد مش عارف، فتقعد تخمن، بتعتمد على الفراسة أو على نوع من أنواع الفطنة. فهل يا ترى تفسير الأحلام أي حد كده يخش فيه ويفتي فيه، هل هو يعتمد على بس الإيحاء النفسي أو الفطنة أو ما يقال عنه الحاسة السادسة أو الفراسة بلغة الشرع الفراسة وهي الذكاء والفطنة، ولا هو دراسة علم لابد أن نقرأ في القرآن وفي السنة أصوله، أو نقرأ في علم النفس رموزه؟ هل هو كده ولا كده؟ الحقيقة الإجابة على هذا السؤال أن علم تفسير الرؤى دراسة وفراسة، ما نقدرش نستغنى عن الاثنين، لأن ممكن ناس تكون عندها علم شرعي لكن ما عندوش القدرة على ربط المشاهد والرموز اللي داخل الرؤية. ممكن ناس تكون عندها الفراسة، ربنا فتح عليه وعنده شفافية كده، لكن ما عندوش العلم فينفعش يفسر. يبقى اللي يفسر الرؤية زي ما قال له ربنا ويعلمك من تأويل الحديث لابد أن يكون متوفر فيه الدراسة، حافظ آيات القرآن. يعني واحد يطلع يتكلم ويعلم الناس ويتكلم في تفسير رؤية ومش حافظ الأصول الشرعية لهذا العلم، مش حافظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا يستشهد بإيه؟ هيجيب أدلة على كلامه منين؟ فلابد من أيضا يدرس صفات الشعوب وعاداتها وتقاليدها، الحكم، الأشعار، اللغة العربية، الكلمات الدرجة في بلد عن بلد أخرى. يعني مثلا المانجا تسمى مانجا في بعض البلاد، هنا تيجي في الإمارات أو في الخليج يسموها الهمبة، وهكذا. لابد أن يكون عنده دراية بالألفاظ واللغات واللهجات حتى يتعامل مع جميع الرؤى، وإن لم يكن يعلم تفسيرها يعطي النصيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل عن الرؤيا إلا عالم أو لبيب، وفي رواية عالم أو حبيب. الإنسان اللي بيحبك هيقول لك نصيحة من وراء الرؤيا إذا كان عنده علم فيها. فعلم الرؤيا يعتمد على الدراسة وعلى الفراسة. الفراسة هي يعني بتبقى عاملة زي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ اللهم اجعلنا من العارفين بك، يعني ربنا يديك كده ايه، شفافية نورانية، تقدر تعرف الرسالة ايه في المنام ده سبحانك يا رب. يعني لذلك يقول لك: وقلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وقلوب بغير أجنحة تطير، وأرواح بغير أجنحة تطير إلى ملكوت رب العالمين. فالشفافية، يبقى علم التفسير
يحتاج منك إلى دراسة وإلى فراسة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. ونتجه الآن إلى أسئلة الاس ام اس وأسئلة الفيسبوك إن شاء الله تعالى، ونتابع معا الأسئلة مع جمهورنا لأنه عدد كبير جدا جدا، وما شاء الله أنا شايف أهو في بداية الحلقة كناش خمس دقائق وصلوا إلى 800 سؤال تقريبا. ريحانة الجنة بتقول، يا سلام على الحلم كده أول حلقة، بتقول: رأيت في منامي أني أحمي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سلام، من الكفار. بعد أن أمنت لهم الطريق خرجنا، وإذا بتمساح في الماء، ويأتي حبيب الله اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، رؤية جميلة قوي، ويضع يده على عينيه حتى لا يخبر أحد عنا. سبحان الله، يضع يده على عينيه حتى لا يخبر أحد عنا، يعني دي مش فاهمة قوي، يمكن معناها أنه كان بتقول النبي حط إيده على عينيه عشان محدش يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود من الأعداء. طبعا الرؤية واضحة جدا يا ريحانة الجنة، يعني إزاي الواحد يحمي الرسول ويحمي الصحابة في المنام؟ معناها إيه؟ معناها أن رسالة ليكي دافعي عن حبك لأصحاب النبي وحبك لسيدهم صلى الله عليه وسلم. دافع بإيه؟ بإنك تقرأي في السنة، تقرأي في سيرة الصحابة. الله العظيم يا جماعة، اللي بيحب صحابي أو بيحب نبي من الأنبياء وكده يقرأ عنه ويعيش في قصته ويتخلق بأخلاقه، سبحان الله حياته، حياتك نفسها بتاخد كأن كوبي بيست من حياة اللي انت بتحبه. يعني أنا بشوفها في حياتي شخصيا، من كتر حب لسيدنا يوسف حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى ما اعطانا الشهرة او ان الناس كلها تعرفنا، احنا عايزين الشهرة عند ربنا اهم من شهرة الخلق. بس بقول لكم مثال، الا بعلم التأويل اللي اشتهر فيه سيدنا يوسف. فكل ما تحب انسان، كل ما ربنا يديك احسن الاخلاق اللي كان هو عليها او النعم اللي كان ربنا عطاها له. اللي تحب امنا عائشة اكيد اخلاقها هتبقى زي امنا عائشة. اللي يحب سيدنا عمر ويجله اكيد هيبقى عادل وانسان طقي وانسان عنده حب للعدل زي ما كان سيدنا عمر. عشان كده ان شاء الله تكوني انت من المحشورين مع صحابة الرسول يوم القيامة، طالما انت على الطريق والهدي. النبي بيقول في الحديث: أصحابي كالنجوم، بأيه مقتديتم اهتديتم يا ريحانة الجنة. ما شاء الله رؤية جميلة في أول الحلقة، رفعت الروح المعنوية. زينب بتقول: السلام عليكم، حلمت بأنني كنت في حفلة أختي، حلمت بأنها كانت في حفلة خطوبتها وترقص مع خطيبها، وأثناء ذلك خطيبها قبلها، وعلما أن الخطيب هو زميل لها في العمل وفي خلاف بينهم حاليا، وأختي غير متزوجة وتعمل. تحياتي لكم. طبعا ما هو تفسرت، يعني ما هو ترقص معاه في المنام، يعني دبت بينهم مشكلة. الرقص غير مستحب في المنام يعني، فخلاص تحققت رؤية. طبعا لو الإنسان ده ربنا هداه وصالحها وكان في خير، أسأل الله تبارك وتعالى يجعله من نصيبها، بس يكون عنده خلق ودين. بس يعني اللي يتخانق معاها قبل ما يدخل على زواج، يعني أنا مش عارف ده يعني بعد الزواج هيكون عامل ازاي. ده يعني الجواب يقول لك في المثل يبان من عنوانه: فاختاري صاحب الدين والخلق، ان احبها اكرمها، وان كرهها لم يظلمها، او زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. مالك ولا الاسم غريب شويه: السلام عليكم ورحمه الله، امي متوفيه وعليكم السلام، حلمت انها ذاهبه الى مكه. كويس قوي. هي وخالتي وأمي لبسها جديد، اللبس بتاعها جديد يعني، وأنا أودع أمي وخالتي، وكنت أوصي عليها بنت أنا أعرفها في الحياة اسمها فاطمة، أقول لها: أمي أول مرة تذهب لبيت الله، لكن خالتي ذهبت من قبل، ودعتهم ورجعت مع العلم إن خالتي على قيد الحياة. والوالدة متوفية، واضح المنام. إذا جاءت المتوفية أو جاء المتوفى كأنه رايح مكة أو رايح البيت الحرام، بين الرؤية. أو واحد من المشاهدين هو بيقول لك إيه معناه إن روحه طلب عمرة، صح؟ حاجة اسمها عمرة البدل وحج البدل. يبقى إن شاء الله ربنا يكرمك كده، إذا ربنا كرمك معاك قرشين كده طلعي عمرة، أو خلي حد من طلاب العلم، في مؤسسات كتير وجمعيات للموضوع ده، طالب علم يطلع عمرة لوالدتك وتهدي الثواب ليها إن شاء الله. نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة كل أموات المسلمين، اللهم أمين.
خلاص احنا جبنا حلمك يا زينب. صابرين بتقول، صابرين النادي بتقول حلمت اختي انه تمت خطبتها على وزير ما شاء الله، ورأت هذا المنام يوم عرفة. خلي بالكوا المناصب في الرؤية لا يقصد بها المناصب، وانما يقصد بها علو الاخلاق. ايه الكلام ده جبته منين؟ جبته منين؟ يقول الله تبارك وتعالى في حق نبيه: وانك لعلى خلق عظيم. انت تعلو على الخلق يا محمد. وفي كلمه لشاعر من الشعراء في بيت شعر بيقول ايه: انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. ولذلك كمان يمكن الشخص اللي يتقدم لك ده مش بس صاحب اخلاق، صاحب مكانه علميه. جبت الكلام ده منين؟ جبناه من قول الحق تبارك وتعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. عشان كده حلمانه في الحلم اختك انها متجوزه وزير، هو مش وزير، هو انسان باخلاقه وزير، بعلمه امير، بشخصيته ملك بين الناس. سبحان الله. لذلك سيدنا النبي قالها كلمه يا جماعه: انكم لا تسعون الناس باموالكم. مش هتكسب قلوب الناس بالفلوس ابدا، امال بايه؟ انما تسعون الناس باخلاقكم. يا سيدي يا رسول الله، ربنا يكرمها اختك دي، ان شاء الله جوازها حلو وليها والعلم كله عند الله. زينب تعبتيني يا زينب، انت بعت الحلم 3-4 مرات. طيب مايا بتقول: في شاب اراد خطبتي، رايت ان انا ذهب الى منزله، رايت البحر كان هائجا وعائلته في البحر فوق الامواج، ولكنهم استطاعوا ان يعني يواجهوا الامواج. عزباء موظفة، وهذا الشاب من الاردن. شاب ارادني، الشاب ده ارادني وانا من الجزائر. طيب يبقى معناها والله اعلى واعلم انه الاسرة دي او عيلته دي، الامواج البحر والحياة، والامواج تعبر عن الاحداث اللي بتمر بينا، فهي امواج جايه عليهم وهم بيواجهوها، يعني عندهم يمكن بعض المشاكل، لكن انت بتقولي واجهوا الامواج. واجهوها يعني ايه؟ يعني هيقدروا ان شاء الله تبارك وتعالى يتخطوا هذه الصعاب. احفظوها كلمه مني كمعبر: كلما الانسان راى نفسه في المنام يعوم ويسبح في الرؤيه، وقادر ان هو يعوم ويسبح ويواجه الامواج، معناها ينجح في الحياه، معناها سيتخطى الصعاب ويغلب الصعب. لكن لما انسان تلاقوه بيغرق ومش قادر يواجه، ده شخص ضعيف، طموحاته ضعيفه، قدراته ضعيفه، امام المشاكل بييأس بسرعه وبيتحطم، فيجب عليه ان يكون قويا ويواجه امواج الحياه. طيب زينب، برضو زينب يا اختي زينب الله يكرمك. طيب صابرين، جاوبنا عن سؤالك يا صابرين، بارك الله فيك. بتقول ما اعرفش الاسم ايه، جواهر او حلمت ان في بيت خالتي اسمها مبروكه. شكلك من مصر، لان اسم مبروكه ده دايما بنسميه عندنا في مصر فلاحين والصعيد. انا صعيدي طبعا، كله على الراس بفضل الله. ومبروكه، وكنت خالتي اسمها مبروكه، الله يبارك لها يا رب. وكنت امشط شعر طفله صغيره جميله كويس اسمها لين، ثم يعني ايه اللي قالنا من مبروكه لين؟ لين طبعا اسم يمكن شامي شوية، وأحيانا بتسمى بعض البلاد الغربية بتسمي الاسم ده. ثم دخل زوجي وكانت بشرته محروقة من الشمس، وألقت تحية وأنا كنت أعطي ظهري: ليه يا بنت الحلال؟ فقال لي: لماذا لا تردين السلام؟ حقه. فقلت له: لقد سبقتك أنا بالسلام. طب كويس، لكنك لم تجبني. الله، أنت واقفله على الواحدة يعني ولا إيه؟ المنام هو بيبين، خلي بالكم الرؤى تكشف الشخصية، تكشف الطباع. وكانت أمه جالسة خارج المنزل. بالمناسبة أن الرؤى بتكشف الشخصية، أن المنام بتاعك ده أن أنت بتلقي السلام وهو أعطيه ظهرك، ولا هو بيلقي السلام وأنت أعطيه ظهرك وبتجادليه. فكرتني بواحد سألني في يوم من الأيام، كنت على برنامج على سما دبي عسى خير، كان أول حلقة في حياتي من 10 سنين، فبيقول لي: أنا شفت النبي في المنام في بيتنا وانا بلقي عليه السلام، فالنبي اعطاني ظهره وما ردش. لميت عيالي وطلعت وراه، كان طالع على الدرج على السطوح، واقول له: يا رسول الله، ولقيت النبي اعطيني ظهره.
خفت لكون القيامة هتقوم، وقمت النوم وانا زعلان، لماذا لم يرد علي النبي السلام؟ فقلت له يا فلان، انا بقى فسرت له على الهوى مناسبة الرؤية دي، قلت له اسألك سؤال تكون صادق معايا فيه، انت سمعت ان سيدنا النبي في حياته ما ردش السلام على حد؟ قال لي لا، النبي على طول من رحمته كان يرد السلام، كان شيك ده كان لما يسلم على حد سيدنا النبي لا يرفع يديه قبل ان يرفع اللي بيسلم عليه، يفضل ماسك الايد لحد انت اللي ما تشيل ايدك، واذا بتكلم النبي يفضل مطالع فيك لحد انت ما تخلص كلامك. شوف الاخلاق، ما يقفلش على الناس، مش جوزها بيتكلم تقول له مش اسمع استنى، ليه؟ هدي، اسمع الطرف الاخر، اسمع صديقك، اسمع لابيك وامك. المهم قلت له يعني النبي كان يرد السلام في الواقع؟ قال ايوه، لكن في المنام ما بيردش. قلت له اسالك سؤال، هو انت مقصر في حاجه في دينك، سنه نبيك؟ خلينا نسال الاول في الصلاه، بتصلي؟ كان صريح معايا المشاهد ده، قال لي والله يا دكتور انا الصراحه ما بصليش. قلت له هو ده السر، النبي عطيك ظهره لان زعلان منك، كيف لا تصلي؟ لان اللي ما بيصليش ده بيجي على حوض النبي يوم القيامه يوم العطش على نهر الكوثر، يجي يشرب الملائكه تطرده، النبي يقول لهم ليه ده من امتي؟ يقولوا له يا رسول الله هذا لا تدري ماذا احدث من بعدك، ده كان ترك الصلاه، ده كان عقب والديه، ده كان ده كان، ويبعدوك وتفضل عطشان يوم القيامه. والله الاخ ده اتذكر بكى على الهوى، وقال لي قال ساعتها سأحافظ على صلاتي بعد الرؤية دي عشان أرضي ربي وأرضي نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فبالمناسبة يعني حبيت أذكر، فهي بتقول له أنا أعطيتك السلام وأنت ما جاوبتنيش. فالمهم كانت أمه جلسة، هي بتكمل منام بتقول كانت أمه جلسة خارج المنزل، وفي نفس الحلم رأيت زوج خالتي هو متوفي وكأنه يريد أخذ لحاف أو غطاء من بيت خالتي، أنا وزوجي واقفين على الطلاق بسبب سحر. جبت المفيد أنت في الآخر، على فكرة ممكن ما يكونش فيه سحر ولا أعمال، أنا بزعل من الستات اللي بيعلقوا كل حياتهم على السحر والحسد والأعمال. يا أختي الكريمة إن من البيان لسحرة، الكلمة الحلوة تسحر، الكلمة الحلوة تملك قلب زوجك. سحر إيه وحسد إيه؟ ما يمكن المعاملة، الرؤية على فكرة بتبين انكم واقفين لبعض على الوحدة، هو ألقى السلام وانت عطيه ظهرك، جاي يقول لك رد عليا يا حرمة، ما تردش عليا ليه؟ قلت له أصلا أنا سلمت عليك الأول، معناها إن انتوا بتتعاملوا بندية. ليه نفقد المودة والرحمة في حياتنا؟ ليه ما كنش أنا أبدأ بالسلام والصلح؟ ليه ما كنش أنا القلب الحنون؟ أنا بكلم الزوج والزوجة بس بتك شوية على الحرمة، لأنك انت ربنا خلقك رحيمة، خلقك أم وزوجة، والله كذب اللي قال إنك نص المجتمع، أنت المجتمع كله، أنت الخالة والعمة والأم والحبيبة والصديقة والأخت والزوجة، أنت كل حاجة في الحياة، فلازم تكوني أرحم. والراجل مننا أو الزوج عامل زي الطفل، الكلمة الحلوة والله تجيبهولك يعني زي الخاتم في صباعك، اما لما قفله بالند ورسب راسه، حتى لو انت بتشتغلي وبتصرفي على البيت حسسيه ان هو الكل في الكل. سامع واحده اهي على من ورا الكاميرا بتقول لي واحده ابن تقول انت عايزنا يا دكتور نتعامل معاه السيد يعني؟ لا والله انا عايزك زي ما قالت المراه لبنتها الخنساء وهي راحه بيت زوجها، قالت لها كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له أمة يكن لك عبدا. هي دي المعاملة بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حبة الكرام، بعد الرؤية دي بتاعت أختنا إن شاء الله أذهب إلى فاصل ثم نواصل، فانتظرونا.
رجعنا لكم تاني مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم. واستكمال أسئلة الفيسبوك، على فكرة على بال بريك ده ما خلص، عدد الأسئلة بتاعة الأحلام وصلت 1800 كومنت أو حلم، يعني ما شاء الله تبارك الله. معانا بتقول أختنا هنادي، السلام عليكم. وعليكم السلام يا هنادي. حلمت إن لبست بدلة رجالية ذات لون رمادي ومزينة بخيوط فضية ومقاسها 40، أنا عزباء وبدون عمل. طيب بداية طبعا كما قلنا انه الجلبية، الكندورة، الفستان، العباية، الخمار، البلوزة، كل ما تلبسه المرأة حتى غطاء الرأس يؤول بالخاطب او الزوج ان كانت عزباء. تمام؟ طيب الالوان لها اشارة؟ اه طبعا. اذا كانت الجلبية اللي بتلبسيها بيضاء انما تدل على ان الخاطب او الزوج ده عنده دين. مثلا عنده دين. لون الابيض، لون ثياب اهل الجنه، وحب الالوان للنبي عليه الصلاه والسلام، لون الابيض ابيض، يعني عايز ايه؟ يعني انسان قلبه نظيف وصافي، فيبدو ان ده خاطب. اما لما يكون اللون احمر فيبقى معناه خاطب او زوج جاي بس عصبي، غيور ممكن بس العصبيه اكتر. اللون الاصفر يدل في المنام على خاطب وزوج شديد الغيره، هينكد عليك كل شوي، داري شوفي مش اي، حتى لو رحت مول معاه هيبقى غيرته شديدة جدا، بيبقى متعب اللي زي ده، ما عندوش توازن في الغيرة. اللون الاسود من السؤدد، لو الكندورة او الجلابية اللي شايفاها كعزباء اللون اسود سؤدد، يعني انسان ميسور الحال من غنى. اما اللون الرمادي، عارفة انا بقولك في المثل اهو في اموها المشاهدين، شخص رمادي، شخص رمادي قامض مش عارف له، مش عارف ميته ايه، هو عصبي ولا لا، هو كريم ولا بخيل، بيحير. اللون الرمادي ده يعني شخص محير. فوالله لو انت درسة سيكولوجي وعندك دراسة نفسية تقدر تعيشي معاها استمري يعني، او انت بقى انسانة بسيطة عايش حياتك ببساطة وما تحبيش التعقيدات، يعني هاتي واحد يكون ان شاء الله ربنا يكرمك بصاحب الخلق والدين من الاخر يعني. طيب صابرين، جاوبنا سؤالك يا صابرين اعتقد من شوية، بارك الله فيكي. نيجي بعد كده سيرين بتقول حلمت اني ولدت وانجبت ولد وقعت ارضعه وكان رغمه عمره ساعات، رغم انه عمره ساعات، كانت بقى رغمه يا سيرين الله يديك، يلا الا انه يحاول انه يخطي يمشي، يعني انا لازم اترجم لكم، ويزحف واقول لنفسي مو مثل البنات، ولاده سهله ما شاء الله، انا عزباء من سوريا. يعني من غير ما تقول انك من سوريا، طبعا اهل سوريا انا اعزهم واحترمهم جدا وكلهم على راسي من فوق، لان 90% من التلفزيون الفجيره أهل سوريا، ربنا يكرمهم على رأسهم، أستاذة الغالية العزيزة، أستاذة يعني اللي دائما تنورنا في حلقتنا وما تسيبش حلقة إلا لما تديرها معانا، أستاذة الراقية مديرة البرامج، ربنا يحفظها من وراء الكواليس دائما معانا، الأستاذة ناهد ناصر، بارك الله فيها، بارك الله فيك. سيرين أنت طبعا واضح الولادة في المنام فرج يا سيرين، فرج، لأن ربنا لما بيوصف لحظة ولادة الجنين بطن أمه، عارفين بيقول إيه في القرآن؟ أنا ما جيبش رؤية إلا من القرآن والسنة، خلي بالكم. بيقول ربنا عن الإنسان ساعة خروجه ثم السبيل يسره، الله يا رب. يعني أنا الله سهلت لك طريق الخروج. يا بني آدم اللي بتفتري ومتعالى على ربنا. خرجت من مكان ضيق بقدرة الله. طفل بقى 2 كيلو احيانا واحيانا 2 كيلو ونص 3 كيلو، من الذي يسر له طريق الخروج ثم السبيل يسر، ايه في القران. يبقى الولاده في الرؤيا ايه؟ تيسير للامور وفرج. نعم. طيب انت طبعا بترضعي الرضاعه رزق في المنام زي ما احنا قلنا قبل كده، تمام. بعد كده في الاخت نجديه بتقول السلام عليكم، حلمت قبل 3 سنوات إن أبو خطيب المتوفي أعطاني بندقية صيد. أبو خطيبها المتوفي أعطاها بندقية صيد. وكان يمشي
وأنا وراءه ودخلنا في واد متعرج، دخلوا في وادي مش وادي متعرج، ووجدنا قبر قرأت عليه سورة الفاتحة، ثم انطلقنا حتى أوصلني إلى بيت ابن من أبنائي، ثم سلمت عليهم وسمعت صوت الأذان الظهر، فتوضأت للصلاة. الله على المنام الجميل. وكنت ألبس قميص عسكري زي اللي يلبسه اللي في الجيش، مع العلم أن خطيبي عسكري. وبعد هذا الحلم انخطبت لابنه، لكن انفصلنا الآن. ثم رأيت الشيخ المتوفي اللي هو أبو خطيب السابق، هو وزوجته وأنا وابنه كلنا فوق سرير واحد. سبحان الله. طيب ما يمكن، والله أعلى وأعلم، حاجة من اتنين: يا الشخص ده يرجع لك تاني، يا إمة هتتزوجي برضو واحد شكل كده تخصص، انت دايما تاخدي حد يعني يكون بيخدم في العسكرية أو الجيش أو في الشغل شرطة أو جيش يعني، والعلم كله عند الله. ربما يكون زوج المستقبل بهذه الرتبة أو بهذه الوظيفة يعني إن شاء الله. بس قرايتك للقرآن على قبر ده يدل على أنك أنت دايما بتذكري الآخرة، ودايما إنسانة عندك فكر في الدعاء للأموات، فده كويس. تمام، قراءة الفتحة. وبعدين بندقية الصيد في المنام، الإنسان يستعمل البندقية، بندقية الصيد، لصيد الحيوانات التي يعني أو الحاجات اللي هو هياكلها ويستفيد بيها. فأنت يبدو أن أنت عندك لسان ممكن تستخدميه في حاجتين: يا في الخير، يا متى نستخدمه في إطلاق الرصاص، ومقصود بالرصاص الكلام الذي يؤذي. فخلي بالك، الرسالة في المنام واضحة: إن الذي يملك سكينا، على سبيل المثال عشان تفهمي كلامي، قد يقطع بالسكين رقبة إنسان، وقد يقطع بها الفاكهة يقدمها للضيوف. فاستغلوا دايما نعم ربنا ومواهبكم في الخير، ولا تستخدموها في الشر، لأن دايما النعم سلاح ذو حدين. وصلت الرسالة؟ بارك الله فيك. طيب ناخد بعد كده، اللهم صل على سيدنا محمد. فلاور بتقول: أنا أعتقد أنه يا فلاور المنام ده في الحلقة الماضية جاوبناك عنه. تمام، نجدية سلامة، آسف سلامة: حلمت وكأني أجمع أغراضي، أحذية وشنط، منها من يشبه أغراضي بالواقع، لأني سأترك المكان، سأترك المكان. تمام، وكأنه كان مكان شغلي، ولبست نعال نسائي يشبه نعال لدي بالواقع، ليس جديد، وبدون كعب رمادي اللون، واستغربت وجود بقعة سوداء بكل فردة، مع العلم أن هناك أكثر من حذاء من أحذيتي، ولكني اخترت هذا لألبسه اللي هو فيه البقعة ده. وكان يتواجد أناس من صديقاتي وغيرهم وزميلي بالعمل. كنت كاتبة كتابي يعني عقد القران، وانفصلت، فهل أعتبر مطلقة مع زباء عند تفسير الأحلام؟ وكنت أعمل وحاليا لا أعمل. ربنا يرزقك إن شاء الله بالعمل، لكن الرؤية بتبين أنه يبدو الحذاء اللي كنت اخترتيه، اللي كنت اخترتيه، البقع اللي كانت فيه دي، احمدي ربنا الله يعوضك خير، مش بحذاء بقى. الحذاء في الرؤية عزكم الله يقصد به الخطبة أو الزوج. ربنا يعوضك إن شاء الله بمن هو أفضل وأحسن. احنا دايما نظرتنا قاصرة، لكن نظرة الله تبارك وتعالى واختياره بيكون أعظم اختيار. افتكروا كده قد ايه حاجات في حياتك او حياتك كنت انت فاكره ليه حصل وليه ده، واكتشف بعدين ان اللي حصل ده جالي اللي احسن وجالي اللي افضل، لان اختيار الله لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. سبحان الله. طيب بعد كده واحده بتقول: حلمت انه بنت خالتي تقول لي معاكي ثعلبه، انا عزباء. هل الثعلبة تقصدي بيها الجزء اللي بيبقى ما فيهوش شعر؟ بيبقى أحيانا الإنسان بيسقط الشعر من جزء في رأس الإنسان، هل تقصدي بيها هذا؟ إذا كان ذلك فنقص الشعر في المنام يدل على إن صاحب الرؤية مصاريفه كتيرة في الفترة دي، يعني قد ينفق مال كثير في هذه الفترة يعني، لأن زيادة الشعر في المنام هو زيادة المال والرزق. أما نقص الشعر أو قصه أو يبقى فيه ثعلبة، يعني فيه مصاريف كتير هتطلع في الفترة دي، الله يعوض عليك في النهاية.
نور حجاج بتقول كيف حالك أستاذي الله يحفظك يا نور. نجمة السماء بتقول السلام عليكم، أنا من أمريكا متزوجة وعندي أبناء الله يحفظهم لك يا رب. حلمت من قبل سنين إني في مغارة تحت الأرض مع مرات أخي اسمها ختام، وكان كيس كبير لي من التين، وفتحت الكيس وفوجئت أن هناك بين التين حجر ألماس كبير، الله كبير الحجم مع حجر ملون. يا سلام، انت يعني واضح والله أعلى وأعلم، لأن المغارات وتلاقي تين وألماس سيأتيك أولا التين رزق وشفاء، لقوله تعالى والتين والزيتون، والزيتون معروف أنه طعام وشفاء، زيت الزيتون من أعظم أنواع الأطعمة ومن أعظم أنواع الأدوية للشعر وللجلد وأمراض كتير جدا. كذلك التين شفاء ودواء في المنام، لكن أنك تلاقي حجر ألماس دائما الألماس في المنام ولا قالق، تعبر عن إيه يا جماعة؟ أنتوا عارفين، عجيب، تعبر عن آيات القرآن الكريم وصور القرآن الكريم، لأنها غالية نفيسة في كتاب مكنون. شوف ربنا بيقول عن القرآن إيه، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فواضح ربنا هيكرمك، الله أعلى وأعلم، صدقة الرؤية، هيكرمك بحفظ آيات الله وصوره، هيكرمك بترتيل القرآن وتجويده. خدي من الرؤية دي دافع لهذا العمل الصالح، ومن وراه يجي الخير والرزق. والله العظيم يا جماعة ما قعدنا في الأماكن دي ولا وصلنا للإعلام والشاشات دي إلا ببركة القرآن. أنا بقولها حقيقة في حياتي شخصيا، حطيت من وأنا عندي 12 سنة حديث النبي قدامي، من أراد خير الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد خير الآخرة، ده النبي اللي بيقول قال فعليه بالقرآن، اللي عايز خير الدنيا وعايز خير الآخر، وقال النبي في الآخر إيه؟ ومن أراد خيرهما معا فعليه بالقرآن. فلما حفظنا كتاب الله وتمسكنا به وعلمناه للأطفال في المدارس وفي المساجد، ربنا بيرفع شأن العبد بالقرآن. ودور كده قصة أي واحد من المفكرين الكبار، عباس العقاد وطه حسين، ودور قصص الناس العظماء دول، هتلاقيهم في البداية إيه؟ حفظت كتاب الله، كانوا بيحفظوا القرآن في الكتاتيب اللي بنسمع عنها، اللي نتمنى ترجع تاني زي ما كانت زمان بلادنا ومجتمعاتنا. يطلع الولد كده ويروح الكتاب، رايح فين؟ رايح يحفظ قرآن عند الشيخ. أعيدوا محفظ القرآن وأستاذ القرآن للبيوت، أعيدوا محفظة القرآن للبيوت عشان تمتلئ بالبركة إن شاء الله. نجمة السماء ربنا يكرمك بما هذا التفسير اللي سمعتيه إن شاء الله. طيب معانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كريمة بتقول رأيت رجل لا أعرفه وضع خاتم ذهب في حجري، سبحان الله، وقال بعد شهرين اذهبي للأسواق واجمعي السلعة الكبيرة فقط، اجمعي السلعة الكبيرة فقط والصغيرة التي تسقط وتنكسر لا تأخذيها. أيوة، شوف المنام جاي ازاي. وكانت هناك طاولة بيضاء، طاولة بيضاء عليها برتقال كبير جدا، أخذت 7 أو 6 جميل حبات برتقال وضعتهم في كيس، وثماني بيضات في كيس ثاني، وسمعت امرأة لم أرها قالت هل ستطبخين كل البيض؟ قلت لها نعم أطبخه وآكله. يا سلام يا كريمة، شكل كده والله أعلم وأعلم داخلة بيزنس تجارة، بس مع البيزنس والتجارة دي اللي فيها خير انت تخش في حاجات كبيرة، يعني تجارة في حاجات، بيقول لك اهو في المنام سيب الحاجات الصغيرة ومسكها. وقد يكون المنام يعبر عن امور معنوية، يعني تمسكي بكبار الامور واتركي سفاسف الامور، ما تعلقيش في المشاكل البسيطة وتتصدري للكلام اللي ملوش لازمة. ولذلك ايه؟ وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، الشعر بيقول كده. فالإنسان اللي ذو مكانة كده يهتم بالأمور الكبيرة، ما يهتمش بالتفاهات. ولذلك أنا أظن والله أعلى وأعلم في آخر الرؤية بيض، وبتقول لها اطبخه وأكله كله، يعني ده رزق
بإذن الله، إما رزقه مال وإما رزقه خلق وعلو مكانة. لكن البرتقال له تفسير تاني خالص. جمع البرتقال يقال عنه الأترجة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية اسمه كده، يقول لك المؤمن كالأترجة، عامل زي البرتقالة، طعمها حلو وريحها حلو. أنهي مؤمن يا رسول الله؟ الحديث حدد، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، الله، رائحته حلوة وطعمه حلو. معناها إيه؟ معناها أنك هتلمي وهتجمعي من آيات القرآن وصور القرآن، فهتبقى عاملة زي الأترجة. أسأل الله أن يجعلك من الذين يعني أخلاقهم تزكو بين الناس، ويبقى لك سمعة طيبة ببركة قراءتك للقرآن. وعلى فكرة اللي حافظ على قراءة القرآن برضو ربنا بيكرمه بخير الدنيا بالمادة والرزق والتجارة المباركة بإذن الله. طيب أختنا كريمة، خلاص، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا مش قادر أعرف الاسم، بي كيو، نعم، الجنيبي، بيقول السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. رأيت كأنه يوم القيامة والناس مزدحمة، وفي رجل يسقي الناس ماء باردا، يا الله، والناس تتدافع للوصول إليه، يا سلام، ومعي أمي وأختي، ولكن ولما وصلت أمي وجدتها، جدتها شربت من هذا الماء وقالت إنه لمن يحب النبي، واضحة الرؤية، بتقول له إنه لمن يحب النبي، وكنا بنصلي على النبي وتمدت إيدي فوق الناس، ووصلت للرجل وأخذت كأس الماء وشربته وكان باردا منعشا. والله أنت اللي أنعشتنا بالرؤية دي، والله جسم الواحد أشعر من الرؤية دي، يا سلام يا أخي، ده الرؤية دي بتبين هذا الكوثر اللي بيسقي منه النبي، أنا اتكلمت عنه في الحلقة اللي فاتت، اللي النبي بيسقي منه الناس العطشة يوم القيامة. طبعا تنال الشرب منه إن صدقت رؤياك أنت وعيلتك وأمك واللي معاك، بس بحاجة واحدة بس، باتباعك لهدي النبي وكتر صلاتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وسلم. حبتي الكرام، نذهب بعد هذه الرؤية الجميلة في الحبيب محمد، نذهب الآن إلى فاصل ثم نواصل، فانتظروا. اهلا وسهلا، رجعنا لكم تاني مشاهدينا، وخلينا ناخد رسائل اس ام اس وبعدين نكمل فيسبوك، لانه طبعا رسائل اس ام اس كتير عندنا. حلمت ان احد ابنائي يبكي وعيونه حمراء وكان يحضنني. بكاء الطفل رؤية الولد او الطفل تعود على والديه، فيبدو الولد هنا مقصود به الزوج، وبكاء في المنام البكاء والفرح والسرور، يؤول بالعكس، يؤول بالضد يعني. وعيونه حمراء وكان يحضنني، زوجك محتاج الفترة دي نوع من أنواع الاحتواء النفسي والعاطفي منك كزوجة. سلام عليكم، ما تفسير رؤية العزباء تفتح الباب فيمر صدفة ويحدق بها ويغازلها؟ ما فهمتش يعني إيه اللي بيمر بها صدفة ويحدق بها ويغازلها، ما يعني المنام كده يعني مش واضح، حاولي تبعتيه لنا تاني. الله يبارك لك. رأيت زوجي ومعه سمك، وإحدى السمكات كانت فيها بيض. قال لي كيف عرفتي؟ قلت أنه هذه فيها بيض، فقلت لست أنا بل بناتك. طيب السمك رزق، والسمك فيه بيض معناه أنه إن شاء الله، ربما لو أنت بتنتظر الإنجاب مقصود به الرحم يحمل طفلا، يبقى موضوع بشرى بالإنجاب، والعلم كله عند الله، بس ندعي ربنا ان اولادنا يجوا اولاد صالحين ان شاء الله تعالى. بعد كده بتقول شفت من فتره شخص اعرفه لابس بوت رياضي، طبعا كاتباه بالطاء يعني حاجه لغه عربيه تمام، ابيض، ويوجد فرده كبيره
رماها أنا عزباء وهو رماه وهو يعدو، أنا عزباء وأتمنى هذا الشخص. طبعا إن شاء الله إذا كان إنسان عنده أخلاق ودين إن شاء الله ربنا يجعله من نصيبك. لكن هو رمى فردة كبيرة، طب هل أنت لبستيها ولا لا؟ ما هو هل أنت خدتيها ولا لا؟ فإذا ما خدتهاش في المنام فلسه، يعني ما فيش حاجة تبين أنه هيقرب يخطب أو يتزوج، لأن لازم يتكون لبستي هذا لهذه الفردة أو الحذاء الله يعزك أو خدتيها بس. فأشوف لنا حلم يكون فيه كده يعني عشان نقدر نفسره. تكرر لدي حلمين يذكر فيهما اسم سلطان. في الأول حلمت منذ شهرين أني أنجبت ولد فجأة وسميته سلطان، ثم إذا بي ألتفت إليه رأيت لابس حلق واكسسوارات الشعر بتاعت البنات، واتضح لي أنه بنت. عجيب. في الحلم الثاني رأيت ليلة أمس رأيت أن أحد زملائي في العمل في العمل من مكان عمل القديم أصبح يعمل في مكان عملي الجديد، وفي المنام كان اسمه سلطان لا أتذكر اسمه الحقيقي، وكان مدير في المنام ويوبخ إحدى الموظفات على قصورها في العمل. أنا عزباء في العشرينات. لا التاني ده أضغاص أحلام، لكن الأول ولد واسمه سلطان وبعدين سميتيه بالاسم ده ولقيتيه لابس اكسسوارات بنات وبعدين اكتشفت انه بنت. الرؤية عايزة تقولك ما تتخدعيش في الناس، ما تحكميش على الناس بالنظرة، احكمي على الناس بالمعاملة، احكمي على الناس بالعشرة. سيدنا عمر قال كده لما واحد بيمدح واحد صاحبه بيقول يا فلان اللي طلع من المسجد ده يا سلام صلاة وعبادة، سيدنا عمر قال له تعال انت تعرفه؟ قال له طبعا ليه النهار معايا في الجامع المسجد بيصلي. قال له ما عرفته. قال له هل عملته بالدينار والدرهم؟ دخلت معاه في الفلوس اللي بتبين النفوس؟ قال له لا. قال له سافرت معه؟ رحت معاه سفرية بعيد عن بلده واهله وشفت اخلاقه ازاي؟ قال له لا. قال له اذا ما عرفته. نحكمش على الناس بالمظهر، نحكم على الناس بالمعاملة، الدين المعاملة. طيب بعد كم رسالة اس ام اس دول يعني عشان بس لان الفيسبوك عددهم اكتر، وصل دلوقتي 1600 سؤال. روان بتقول حلمت اني لابسه بشت اسود مطلقه عمر 22 ولا اعمى. طيب البشت العبايه قلنا الكندوره لبس المراه، خاطب او زوج باذن الله ان صدقت رؤياك، ولكن عليك بالدعاء في قيام الليل ان يكون زوج صالح اسود من السؤدد يعني ميسور الحال، السؤدد هو الغنى. طيب جنى انا جاوبت الحلم بتاعك يا جنى عشان بس ما تكرروش تاني. بتقول لي شوف مع الفيسبوك شوي، ما انا كله فيسبوك والله، ده انا خليت الحلقه كلها فيسبوك، رسائل اس ام اس ما كملناش خمس دقايق فيها. فسر لي حلمي ارجوك. فسرت والله يا اخت مايا. طيب نيجي بعد كده، اللهم صل على سيدنا محمد. في احلام بتبقى طويله فانا مضطر ان انا اعديها لانها بتاخد وقت كبير. بترجاك فسر لي حلمي والله العظيم فسرت، حلبته على الهواء الاخت ماي. طيب عندنا غادة بتقول حلمت انني في سوق لبيع القرآن. القرآن على فكرة يا جماعة لما تيجوا تشتروه ما تقولوش ده بكام ويرد اللي بيبيع يقول ايه ثمنه كذا. القرآن ليس له ثمن، هذا كلام الله لا يثمن بمال ولا بكنوز الدنيا. انما في كده كلمة علموها لنا علماء، احنا في الازهر احنا طلبة كده في الازهر الشريف، يقولك ايه قول فقهاء العلماء وهبته كام، ما وهبته يعني لما اشتري منك او تهبهولي ادفع كام، فمقولش تمنه كام تأدبا مع القرآن. نعم. فبتقول المهم في سوق يباع فيه القرآن ومستلزماته، ودخلت لمحل لاشتري حمالة للقرآن يعني استاند القرآن صغيرة ومصحف صغير يستخدمون وكان السعر 180 وناقشته بالسعر وأردت أن أعطيه 150 سعر أقل يعني. بالبداية رفض وقدرت أن أذهب فوافق، وعند شرائهم أعطاني صاحب المحل قرآن وكتيب لتفسير القرآن كويس هدية من المحل، وفرحت بيهم كتير وقلت له سأعطيك 200 لأن فرحت بالهدية كتير يعني. رجعت زودت له المبلغ مش 150 ولا 200 أعطيته ولا 180 أعطيته 200. طيب يعني الرسالة واضحة، اشتري القرآن، اشتري مش القرآن، مش مقصود بيه النجيب. اما الرسالة في المنام
هاتي مصاحف كتير وحطيها في بعض المساجد تاخدي الثواب والأجر بتاع القراءة، أو إنك أنت تتخلقي بأخلاق هذا القرآن، اشتري الأخلاق والهدى اللي في القرآن. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربنا يكرمك والله، مصدقيني ربنا يعني في دعوة في المنام ده كمان لقيام الليل، يعني مين اللي يجيب المصحف والستان في الواقع؟ الأشخاص اللي بيقيموا الليل ويصلوا ويقروا قرآن كتير، ربنا يجعلنا منهم يا رب. طيب فتاة عزباء بتقول اللي هي اسمها قمر محمد ولا قمر، ماشي قمر محمد، فتاة عزباء حلمت بأحد الموظفين يخيط لي قطعتين من القماش منفصلين، وأحلم مرة باتنين انه مرة تانية، يعني هي كاتبة مرة برقم اتنين، يعني انا بفك طلاسم على فكرة، اسف يعني القراءة بتاعت الاحلام كأنها فك طلاسم يعني صعب قوي، انه مريض بالمشفى وابي يوصيني ان اهدي له ساعة للشخص ده اللي هو موظف يعني ساعة رجالية، فرفضت وظل يمدح بخصال الرجل ثم وافقت على اعطاه الهدية، وابي اعطاني مكانه بالمشفى. المشفى رمز الشفاء والحالة النفسية الطيبة الحسنة، فالشخص ده إذا تقدم للزواج منك اسألي عنه، يعني مش بس نعتمد على كلام الوالد في الرؤية، نسأل عنه، انت بين أنه عنده أخلاق وبر بوالديه وإنسان كريم كويس مع أهله مش غضوب، وبالذات كريم ده بعيد عن البخيل، أي طلع عينك الله يبيعك هدومك، البخيل ده النبي قال عنه إيه؟ إياك والبخيل فإن البخيل قريب من النار، قريب من النار، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، بعيد عن الله. شوفوا البخيل يعني صفات تدمر، أما الكريم يا ربنا جعلنا وإياكم منهم، قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. فالواحدة ما تختارش الكريم البخيل، اختار الكريم. طيب جنى أعتقد جاوبت عنه الحلقة اللي فاتت يا جنى في أول حلقة، ارجعي الحلقة اللي فاتت إن شاء الله. نجاة بتقول السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام يا نجاة، أنا سيدة من المغرب مطلقة، وأنا بشتغل عند سيدة على فراش الموت، يا الله بتشتغل عند واحدة يعني مريضة جدا يعني، وحلمت إن بنتها حجزت لي تذكرة الطائرة في يوم 20 أكتوبر، وأبوها قال لها اختاري لها أحسن مكان. بنتها بنت الست المريضة دي كانها حجزت لها تذكرة في يوم 20 أكتوبر وقال لها اختاري لها أحسن مكان. يمكن والله أعلى وأعلم إذا أنت بتخطط العمرة، فواضح من رؤية دي يمكن الناس دول يساعدوكي في أنك أنت تذهبي إلى عمرة أو تذهبي إلى سفر أنت بتتمنيه، حتى لو كان السفر فيه تغيير جو أو سياحة أو استشفاء، المهم في من وراء الناس دي خير، لأن أنت واضح والله على أعلم قدمتي خير لأمهم أو للست المريضة دي، فإن شاء الله المساعدة حتى لو كان شغلك، ما هو في ممرضة أو دكتور بيبقى في المستشفى بيشتغل بس عشان الراتب، وفي ممرضة أو دكتور أو ممرض بيشتغل مش للراتب بيشتغلها لله، هم دول ملائكة الرحمة، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه وينجي ولاده وأسرته من أي كرب. نعم طيب فتاة عزباء ده، طيب اللي بعده منام طويل يا جماعة، قصروا الأحلام شوية لأن الوقت لا يكفي يعني لكل قراءة مثل هذه الأحلام الطويلة. طيب برضو أختنا سوزان بتقول السلام عليكم دكتور أشرف العسل، وعليكم السلام، رأيت أنني أضع رموش طويلة وجميلة فوق رموشي وكنت جميلة جدا وأنا عزباء. الرموش يا جماعة تعبر عن المال والرزق، طول الرموش زيادة الرزق، حط رموش على رموش، مال على مال، خير على خير جاي والله أعلى وأعلم. ولما تكون شكلك جميلة في المنام لا يقصد به الشكل المظهر، الجمال في المنام ليس جمال الجسد، جمال في الرؤية هو جمال الخلق والدين. نعم فربنا يكرمك بحسن الخلق إن شاء الله. طيب طبعا في سؤال بيقول لي هل كل الرؤى تتحقق حتى لو كانت سيئه؟ لا، هو انت ما تروحش اللي يفسر لك الاحلام بطريقه سيئه او طريقه مكروهه،
روح للي ماشي على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الناس اللي بتفسر على نهج النبي، إيه نهج النبي في تأويل الرؤى؟ قال صلى الله عليه وسلم يا مهيا عائشة، لما فسرت الرؤى لإحدى النساء تفسير كان يعني صعب وقوي، فقال لها، قالت له مهيا عائشة، قال لها مهيا عائشة، فسروا الرؤى للناس على أحسن الوجوه. دوت منهج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التفاؤل وتفسير الرؤى على أحسن الوجوه. وهاخد آخر منام. بتقول ياسمين عزباء، حلمت أن عصفور جناحه مكسور أو مقطوع على منضدة، جناحه مقطوع يعني أو مكسور، ولقيت حد على الجو، على الجو بشاش أبيض، عالجه آسف بشاش أبيض، ما هو خط أوليه بس، وقلت للعصفور ما تخافش أنا قربت، أنا قريت سورة الشعراء. يا سلام، واضح يا أختي الكريمة أن العصفور ده ربما خاطب أو زوج، كانت مشاكل في حياته، وده كسر الجناح، أو والدته متوفية، أبوه متوفي، عنده حاجة، عنده أزمة معينة، علاجه هيكون في إيديك أنت. لأن كم من زوجات تزوجها الزوج فكانت له بلسما ودواء، وكم من زوجات مع الأسف كانت لزوجها الداء، أو العكس، قد يكون الزوج داء أو دواء. اللهم اجعلنا جميعا أزواجا وزوجات دواء وبلسما لبعضنا البعض، مصداقا لقوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. أحبة الكرام، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة الجميلة التي تشرفت بها معكم في قراءة رسائل SMS لأرضي الجماهير بالألاف اللي أرسلت الرسائل على SMS وعلى الفيسبوك، لا يسعني إلا أن أقول في نهاية الحلقة أبشر بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.